الآن عزيزي الدارس ننتقل وإياك إلى صفات الحروف، وأتمنى منك عزيزي الدارس أن تركز معي جيدا في هذا الدرس لأهميته. أولا، ما هي صفات الحروف؟ الصفات في اللغة جمع صفة، وهي ما قام بالشيء من المعاني حسيا كان أو معنويا. حسيا كالبياض والسواد والصفرة والحمرة، هذه كلها أوصاف أو صفات. ومعنويا كالعلم والأدب والأخلاق والكرم والشجاعة وغيرها، كل هذه صفات، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهي كيفية تعرض للحرف، كيفية تعرض للحرف عند النطق به، كالجهر والهمس والرخاوة والشدة وغير ذلك من الصفات التي سنعرفها وإياك لاحقا. ما الفائدة من معرفة صفات الحروف؟ أولا، تمييز الحروف المشتركة في المخرج. أخذنا وإياك عزيزي الدارس في مخارج الحروف الداء مثلا والطاء والتاء، وقلنا أن مخرجهما مخرج واحد. هذه الأحرف مثلا مخرجها واحد، لكن قد تختلف صفاتها، ولذلك من فوائد معرفة الصفات تمييز الحروف المشتركة في المخرج. الفائدة الثانية، معرفة القوي منها والضعيف، فهناك أحرف ضعيفة وهناك أحرف قوية. وأيضا من الفوائد تحسين لفظ الحروف المختلفة في المخارج.